Is he right? Is he sincere? Did he really meant an apology? Or this is another mask Justin just wearing this time? على هوا تورونتو مع ابتهال وحدان وخالد سلامة. I just would like you to answer a very basic question. You've done this all, obviously more than two times. Why? يا ترى ايه السبب اللي يخلي رئيس وزراء كندا يسيء لكتير من الكنديين؟ مش مرة؟ أكتر من مرة. ده تقريبا كان سؤال واحدة من الصحفيين لرئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مباشر خلال اعتذاره. في الواقع ترودو لم يعطي إجابة واضحة وصريحة حول هذا السؤال، لكن علشان نتابع الموضوع لابد أن نعرف هو ترودو عمل إيه وكان بيعتذر عن إيه. تعالوا نسمع من ترودو نفسه. Darkening your face regardless of the context or the circumstances is always unacceptable because of the racist history of blackface. I should have understood that then and I never should have done it. ترودو أساء لفئة من الكنديين الملونين من خلال صورة انتشرت بسرعة رهيبة في وسائل الإعلام الأمريكية والكندية، وأظهر ترودو في الصورة مع أربعة سيدات. مرة تانية ركزوا في العدد وهنعرف ليه بعد كده. الصورة يعود تاريخها لعام 2001 وفيها يظهر ترودو مع أربع ستات، أيوة أربع ستات، وهو يرتدي زي تنكري لشخصية عربية شهيرة في الأفلام وهي شخصية علاء الدين. وعلشان يحبك الدور ترودو دهن وشه وإيديه باللون الأسود ولبس على راسه عمامة علاء الدين، وكمان وضع يده اليمنى التي تظهر في الصورة على أسفل منطقة الرأس عند واحدة من الستات أو عند منطقة العنق، وتظهر بوضوح أربعة أصابع من يد ترودو. هتقولوا إيه المشكلة؟ مدرس شاب مع أربع ستات أمارات في حفلة تنكرية، إيه المشكلة؟ يمكن كتير مننا لن يرى ضرر في هذا الموضوع، ولكن الموضوع هنا في كندا وشمال أمريكا مش سهل بالمرة. ليه؟ نسمع من ترودو. What I did hurt them, hurt people who shouldn't have to face intolerance and discrimination because of their identity. This is something that I deeply, deeply regret. يعني الراجل بيقول ان تلوين وشه وايديه باللون الاسود بهذه الطريقة يعد اساءة عنصرية متعمدة لكثير من الكنديين الملونين، وهنا في كندا بيستخدموا الوان الاسود او black person وبراون brown person لوصف بعض المهاجرين من خلفيات معينة. الوصف ده بيتم في الحوادث مثلا دون اساءة، لكن عندما يستخدم الوصف او الاسقاط في غير محله يجب ليس فقط الاعتذار ولكن احيانا الاستقالة. نرجع مرة تانية للصورة ونركز في الأربع صوابع، وعلشان في منة الصحافة بنقول إن الصورة أفضل من ألف كلمة. الصورة هنا بتقول إن ترودو لما لبس علاء الدين واختار يتصور مع أربعة ويأكد على الرقم بصوابعه فهو كمان بيتهكم على المسلمين الذين تسمح عقيدتهم بالزواج من أربعة نساء. شعر ترودو محيره بس للأمانة كله حنية وهو بيملس على شعره كده. ترودو مش أول مرة يغلط، غلطته متكررة وواضح إنه بيقلد شخصية بينوكيو اللي إحنا عارفينها. بينوكيو اللي كان لما يقول حاجة غلط مناخيره تطول شوية. ترودو عمل بينوكيو لما الوزيرة جولي ويلسون ريبولد قالت إنه ضغط عليها في قضية SNC لافالان وقال كذب ما حصلش، وبعدين اتضح إنه حصل علشان يحمي مصالح الشركة ويخالف القانون. حطوني في كيس كبير، مش ممكن. غلطات كتير وحاجات كتير لازالت تتكشف كل يوم. لما سألوا ترودو يا ترى ممكن تستقيل علشان تلك الأخطاء المتكررة؟ أيوة، لكن يستقيل مين؟ فكرني بنكتة الراجل اللي راح الغابة يصطاد، قال يستقيل. خالد سلامة على هوا تورونتو.